السلام عليكم. فيديو جديد اليوم غنوجدو خلية النحل ولا الشهدة بعجين رائع كيجي قطني وخفيف ورطب، نتمنى يعجبكم. بالنسبة للمقادير غنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الأبيض ولا الفورص، غنحتاجو خمارة قيمة 8 غرام، غنحتاجو 3 معالق كبار ديال السكر حبيبات، غنحتاجو معلقة ديال خميرة الخبز ولا 10 غرام من الخميرة الفورية، غنحتاجو نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الماء، وكاس ديال الحليب، غنحتاجو بياض بيضة والصفار غنخليوه باش ندهنو به، غنحتاجو شوية ديال الملح وجوج معالق ديال الياغورت الطبيعي، وغنسم العجين ديالي بماء الزهر، تقدروا تنسموه بلافاني ولا باش ما بغيتو. اول حاجة غنجيب الكاسرونة ديالي، غندير الحليب والماء ومعلقة ديال السكر حبيبات، وغنخليهم يدفاو، غير يدفاو ما يسخنوش. ملي دفا الحليب ديالي تنأكد انه ما يكون سخون غير دافي، غنزيد ليه الخميرة ديال الخبز وغنخلط ونخليه لواحد 10 دقائق. دابا الحال سخون يعني 10 دقائق على ما يخمر ليا هاد الخليط شي شوية. غنزيد الزيت، غنزيد الماء الزهر، نزيد بياض بيضة، نزيد جوج المعالق ديال الياغورت الطبيعي، نزيد جوج معالق ديال السكر حبيبات اللي بقاو ليا، الملحة وخمارة، ونخلط هاد المقادير مزيان. عاد باش نبدا نضيف الدقيق الابيض تدريجيا، نضيف الدقيق الابيض وانا كنخلط. وانا نضيف الخليط وانا كنخلط وكنحاول بحال كنضرب العجين، كيعطيني عجين خفيف جدا، خاصو يكون رخو بحال هكا. ملي ندلكو واحد شويه نغطيه ونخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو. دابا راه الحال سخون دغيا تيخمر، وكيف ما كنأكد يكون رخو. ها نتوما كتشوفوا كيف ما كيكون. نجيب المول ديالي وندهنو بالزبده، وندهن يدي بالزيت ونحاول نشكل كريات. هو تيكون شويه رخو وتيكون صعيب في الخدمه، ولكن النتيجه كتكون رائعه لانه كيجي خفيف. نبقى غير ندهن يديا بالزيت ونحاول نشكل الكرات ونحطهم في المول ديالي اللي دهنته بالزبده كيف ما قلت. كنحطو وحده حدا وحده، ولكن نخلي واحد شويه ديال الاتساع باش يلقى فين يخمر مازال. ها نتوما تشوفوا ملي تنكمل العجين ديالي، كنجيب الصفار البيضاء اللي بقى لينا، تنزيد عليه شويه الحليب وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان ولا نسكافيه، وتنخلط مزيان كيعطي واحد اللون رائع للفطائر. وغندهن به الكرات ديالي. هانتوما تشوفوا راه بداو كيخمروا. ملي ندهن الكرات ديالي غنزينهم يا اما بالسمسم ولا بالخشخاش ولا الزرارع اللي كاين. انا درت وحده بالسمسم وحده بالبافو ولا الخشخاش باش يجي المنظر ديالهم زوين. ملي نسالي غنخليه يخمر واحد 15 دقيقه. هانتوما تشوفوا تبارك الله كيفاش ولا، يعني راه زاد خمر. غندخلوه الفران على درجه الحراره ما بين 190 حتى 200 درجه. هانتوما تشوفوا ها هو راه باقي سخون كيجي رائع، تنتمناكم تجربوه.